السلام عليكم باشمهندسين، دلوقتي هنحصر كمية الخرسانة اللي احنا محتاجينها عشان نصب بيها الحطة الأولى من حوائط البيارة. تمام، البيارة بتاعتنا دائرية المقطع في الاتجاه الأفقي، لو خدنا قطاع في الحيطة بتاعتها في الاتجاه الرأسي هنلاقيها بشكل مستطيل كده، ومن النهاية بشكل مدبب اللي هو الخنزيرة بتاعتك بشكل مستطيل. دلوقتي انت هتحصر بأي طريقة انت عايزها، أهم حاجة الحظر بتاعك يكون واضح وكويس وفي النهاية يكون الرقم صحيح. هنحصر بطريقتين، الطريقة الأولى إن احنا هنحصر عن طريق إن احنا طبعا الخرسانة بتاعتك بتحصر بالمتر المكعب، فانت دلوقتي انت محتاج 3 أبعاد عشان تجيب الكمية المكعبة. فهنحصر أول حاجة إن احنا ناخد قطاع في حيطة، تمام، في أي جزء في البيارة، ونحسب مساحته ونضربه في المحيط المتوسط بتاع البيارة فيديك الحجم اللي انت محتاجه. يبقى المساحة بتاعت اي مقطع فردي زي ده كده واضربه في ايه؟ واضربه في محيط البيارة. طبعا مش هشتغل على المحيط الداخلي ولا المحيط الخارجي، مشتغل على المحيط المتوسط بتاع البيارة اللي هو ما بين، يعني البيارة بتاعتك قطرها الداخلي 4 متر وقطرها الخارجي 5 متر، 5 متر 40. انت بتشتغل على المتوسط ما بينهم اللي هو 4.70، متوسط من 4 من 45 ل 4 اللي هو 4.70 بتاعك. تمام، ده يديك حجم الخرسانة اللي ايه المكعبة بتاعتك بتاعت الحوائط. بس طبعا ما تنساش ان انت هيبقى عندك خصمين، هتخصم اولا الخرسانة بتاعت الفتحة لان انت عندك فتحة هنا مش هتصب فيها خرسانة، والخلع اللي موجود تحت ده اللي قلنا اللي هو بتاع كمر الديكوفيل، الجزء ده اللي بعد كده هيدخل فيه خرسانة عادية، الجزء ده مش هيتصب معانا خرسانة مسلحة فلازم نخصمه. أول طريقة دلوقتي هنبدأ بالطريقة الأولانية، هنجيب مساحة القطاع الرأسي ده ازاي. ده لو انت تجاهلت الخلع ده وتجاهلت الفتحة الماسورة مبدئيا هتبص هتلاقي ان هو عبارة عن شكل شبه مستطيل شبه منحرف بالشكل ده، في قاعدتين متوازيتين، تمام، ضلعين هما متوازيين. فاحنا هنحسب بنفس الطريقة، هنجيب المساحة ازاي؟ اقول لك متوسط القاعدتين المتوازيتين او الضلعين المتوازيين في الارتفاع ما بينهم او المسافة ما بينهم. طيب اول ضلع فيهم منين؟ من هنا من الكورنر ده لغاية هنا اللي هو كام؟ اللي هو 5 متر. طيب التاني كام؟ 5 متر 70، هيزيد عنه فقط 70 سنتي بتوع الخنزيرة اللي تحت، ف5 زائد 5 متر 70 يديك 5 متر 35 في الارتفاع اللي هو سكنس البيارة بتاعتك، سكنس الحيطة بتاعت البيارة اللي هي 70 سنتي. تمام، يديك كده المساحة بتاعت الايه؟ بتاعت المقطع ده. يتبقى لك فقط ان انت تضربه في المحيط المتوسط بتاع البيارة. طب المحيط المتوسط بيساوي ايه؟ بيساوي الباي في الدي، الباي اللي هي 3.14 في الدي اللي هو 4 متر 70، الأبعاد دي كلها هنا على اللوحة بالملي. طيب نبص على الشيت الخصم، هتلاقي ان انت عندك اول حاجة ادي حوائط الحطة الاولى، العدد 1 طبعا شغال بالمتر المكعب. عندك هنا قلنا الارتفاع المتوسط اللي هو 5.35، متوسط 5 زائد 5.70 على الاثنين في الارتفاع اللي هو سكنس البيارة 70 سنتي، في الطول ده اللي هو الباي في الدي 3.14 في 4.70 واتحط في خانة الاضافة. تمام، بعد كده هنبدأ نخصم، احنا كده حسبناها كلها، فاضل نخصم منه الفتحة دي ونخصم منه الخلع. هنخصم منه الاول الجزء اللي تحت ده، الخلع ده هنحسبه بنفس الطريقة، هنجيب مساحته واضربه في المحيط المتوسط بتاعه. طيب مساحته كام؟ مساحته عبارة عن 20 سنتي في 35 سنتي، 2/10 × 35، ادي 2/10 × 35. المحيط المتوسط بتاعه ازاي؟ مش اللي هو في النص تماما، من المنتصف هنا تماما للمنتصف هنا. انت عندك هنا البيارة من الداخل 4 متر، المسافة دي 4 متر من الداخل للداخل. طيب بالنسبة للجزء ده 20 سنتي، فهاخد 10 من هنا بقف في النص و10 من هنا بقف في النص، 10 10 20 والأربعة، يبقى انت عندك 24. يبقى الطول اللي هيلف بيه الخلع في المنتصف هو باي في دي 3.14 في 24. روح للشيت هتلاقيه 3.14 في 24. تاني حاجة هنخصم ماسورة الدخول بتاعتنا بتاعت الشبكة.
طبعا احنا كنا سايبين لها بوكس متر في متر، تمام، لكن احنا هنشتغل على اساس ان الماسوره راكبه، ماشي. فهنخصمها ازاي؟ هنجيب مساحه الماسوره، تمام، مضروبه في سكنس البياره، يبقى اداك الايه، اداك الحجم بتاعها. طيب مساحتها عباره عن ايه؟ باي في دي، مساحه دايره، الباي 3 باي دي سكوير على 4، الباي 3 14 من 100 في الدي اللي هو قلنا الماسوره قطرها 40 سنتي، فهتبقى باي 3 14 من 100 في 4 من 10 سكوير على ال4 مضروبه في السكنس اللي هو 70 سنتي. هنا ادي المساحه 3 14 من 100 في 4 من 10 سكوير على ال4، وده السكنس اللي قلنا 70 سنتي، وهيتحط كل من خصم خلع كاميرا الديكوفيل وخصم ماسوره الدخول هتحطه في خانه الخصم. بعد كده هتجمع تحت وتطرحهم من بعض، هيديك حجم الخرسانه بتاعتك اللي انت محتاجها اللي هو 54 متر مكعب و26 من 100، تمام. في الطريقه الثانيه اللي نحصر بيها، ممكن ان انت تيجي تبص من فوق بقى، تمام، هتعامل مع الدوائر من فوق. فهنقول ايه؟ وانا مش عندي مساحه خرسانه محصوره ما بين الحد الخارجي والحد الداخلي ده، انا عايز المساحه دي كام؟ المساحه دي هي مساحه الدايره اللي بره ناقص مساحه الدايره اللي جوه، اداك المساحه دي. طب ما يبقى بعد ما اخد المساحه دي اعمل ايه؟ هضربها في الارتفاع، بس الارتفاع لم اعمل ايه لغايه ثبوت المقطع، يعني انت المقطع بتاعك هيفضل ثابت، الاسطوانه بتاعتك هتفضل ثابته لغايه ما توصل فين؟ لغايه ما توصل على وش الخنزير. يبقى احنا هنقول مساحه الدايره الخارجيه اللي قطرها 45 ناقص الداخليه اللي قطرها 4، واضربها في الارتفاع الكامل ده لغاية تحت هنا لغاية وش الخنزير اللي هو الايه، 5 متر، ويتبقى لنا المثلث نحسبه لوحده. نبص على دي، عندك حائط الحطة الاولى الجزء العدل منها عدده 1، طوله في عرضه اللي هو المساحة بتاعته عبارة عن المساحة الخارجية ناقص الداخلية 3 14 من 100 في القطر اللي هو 45 سكوير على 4، اما الداخلي هيبقى 4 سكوير على 4، 3 14. الارتفاع قلنا 5 متر، ويتبقى لنا مين؟ الخنزيرة. بالنسبة للخنزيرة هنحصرها عن طريق ان احنا هنجيب مساحة المثلث واضربه برضو في المحيط المتوسط. طيب مساحة المثلث كام؟ هي نص القاعدة في الارتفاع، قاعدته 70 سنتي وارتفاعه 70 سنتي، يبقى نص في 7 من 10 في 7 من 10، جبت المساحة. فاضل لك المحيط المتوسط، المحيط المتوسط بتاعه هو نفسه المحيط بتاع الحيطة المتوسط اللي احنا قلنا بنحسبه على 4 70. يبقى عندك هنا مساحة المثلث عبارة عن طول في العرض نص القاعدة في الارتفاع، عندك الارتفاع ده بقى بالنسبة اللي هو المحيط الدائري بتاع البايرة بتاعتك اللي هو 3 14 في 4 70، قلنا اللي هو الايه، المحيط المتوسط، متشتغلش على الخارجي ولا الداخلي، اشتغل على المتوسط. هنخصم برضو خلع كمرة الديكوفيل، احنا خصمناه المرة اللي فاتت عن طريق ان احنا جبنا مساحته وضربناه في المحيط المتوسط بتاعه، لأ المرة دي ان احنا هنشتغل برضو بنفس الطريقة التانية اللي هي بتاعت الدوائر. هنجيب مساحة الدايرة، هو في النهاية عبارة عن شكل عبارة عن دايرة كده، فاحنا هنجيب مساحة الدايرة من برة ناقص مساحة الدايرة من جوه، تمام، وبعد كده اروح ضاربها في الارتفاع. الدايرة الخارجية بتاعتك كام؟ هو الداخلي 4، يبقى الخارجي في هنا 20 سنتي وفي هنا 20 سنتي، يبقى 4 20 4 40، تمام. هذا خصم الكاميرا، هيبقى عندك 3 14 من 100 في 4 40 سكوير على 4 ناقص اللي جوه اللي هو 4 متر، قطر البارة من جوه 4 متر، يبقى 4 سكوير على 4. وادي الارتفاع بتاعك اللي هو 35 سنتي. بعد كده خصم ماسورة الدخول بنفس الطريقة، احنا قلنا ايه، 3 14 من 100 في 4 سكوير 4 من 10 سكوير على 4، دي مساحة ايه، مقطع الاسطوانة اللي هي الماسورة في السكنس الحيطة 70 سنتي، هيطلع معاك برضو نفس الرقم اللي هو 54 و26 من 100 متر مكعب خرسانة، تمام. انا دلوقتي عرفت كمية الخرسانة اللي انا محتاجها ومحتاجها صبها في الموقع. ايه دلوقتي انت محتاج تحدد طريقة الصب، هل انت هتصب ببامب ولا انت هتخلط الخرسانة بتاعتك في الموقع، هتجيب ريدي ميكس الكونكريت خرسانة جاهزة، ولا انت ايه هتخلط وهتجيب خلاطة في الموقع، تمام، وتشون المواد بتاعتك وتبدأ تخلط. لو انت هتجيب خرسانة من خلاطة وزنية اللي هو المحطة،
هتحسب تشوف الأول أنت محتاج كام متر مكعب خرسانة، اللي احنا قلنا محتاجين 54 و26 من 100. هشوف العربية الواحدة بتشيل كام متر مكعب خرسانة، وليكن بتشيل 9 متر مكعب خرسانة، فهتقسمهم، هتقسم الأربعة وخمسين أو نقول 55 على 9 متر مكعب اللي بتشيلهم على العربية الواحدة، هيديك حوالي 6 عربيات، وعربية مش هتبقى شايلة 9 متر مكعب، هتبقى شايلة جزء من العربية بس هو اللي فيه خرسانة. فاحنا هنعمل ايه؟ احنا هنطلب ال6 عربيات، وهتبقى العربية السابعة هي عربية الكمال. يعني وانت في الموقع بتطلب ال6 عربيات بتاعتك، وبعد ما اخر عربية العربية السادسة جات لك هتشوف فاضل لك قد ايه، تمام، بالتقريب كده بالحسبة، يعني بحيث ان انت ايه تحاول تجيب الرقم صح. تشوف انت مثلا تقيس كده من منسوب الصب لغاية تحت، تشوف فاضل لك قد ايه، مثلا نص متر ولا حاجة، في طرح المساحتين من بعض، وتضرب في الارتفاع اللي انت قيسته ده، بحيث ان انت تعرف انت محتاج حوالي قد ايه متر مكعب. ولو الرقم طلع معاك بكسور قربه لأقرب رقم صحيح، بحيث ان انت ايه تبقى امنت نفسك بشوية، وتطلب عربية الكمال على قد ما انت ايه محتاج، بحيث ان انت ما تقدرش خرسان. طيب بالنسبة ان انا هخلط في الموقع، هحتاج ان انا اعرف نسب المكونات بتاعة الخلط بتاعتي، واشوف انا محتاج قد ايه. الاول دلوقتي انت عندك تصميم خلطة، ده تصميم الخلطة بتاعتك. انت دلوقتي عندك خرسانة، لو بصينا في المقايسة هنلاقي ان خرسانة الحوائط قال لك اعمل لي خرسانة حوائط C30 على 37، 37 ده اجهاد كسر المكعبات اللي هو 370 كيلو جرام على السنتيمتر سكوير. بتروح تشوف تصميم الخلطة اللي انت اعتمدته وعملته في المعمل، اللي بيديك مقاومة مميزة 370 كيلو جرام على السنتيمتر سكوير. اول معلومة، انت طبعا انت عارف انت بتستخدم نوع اسمنت بورتلاندي مقاوم للكبريتات، وبتبقى محدد الشركة اللي انت اعتمدتها 450 كيلو جرام متر مكعب، يعني 9 شكاير للمتر المكعب الواحد، عشان نجيب 370 كيلو جرام على السنتيمتر سكوير اف سي يو مقاومة. طيب بيديك المكونات بتاعت الخلطة للمتر المكعب، يعني بيديك الوزن من كل مادة انت هتحطها. هتشوف هو دلوقتي مديك يعني مثلا الزلط 1146 كيلو جرام، لما تحطهم على 680 كيلو جرام من الرمل، وكذلك للأسمنت والمية والإضافة، المادة المضافة اللي انت هتحطها هيديك 1 متر مكعب خرسان. طيب اللي هو مديهولي ده مديهولي بالوزن. انا طبعا في الموقع وانا بخلط ما بشتغلش على وزن، انا بشتغل بالحجم. فهعمل ايه؟ هبقى محتاج ان انا احول الاول الكميات دي الى حجوم. طب هنحولها الى حجوم ازاي؟ دلوقتي احنا قلنا كمية الخرسانة اللي احنا محتاجين عشان نصب الحوائط كانت 54 و26 من 100 متر مكعب. اول حاجة دي المكونات اللي الخلط اللي هو اديها لك عشان تعمل متر مكعب، قال لك حط 680 كيلو جرام رمل، 1146 زلط، 450 اسمنت، 140 مية، 9.5 اضافة تحسين تشغيلية ومقاومة، اللي هو قال لك المادة دي كان نوعها ايه، اللي هي كان نوعها اللي انت برضو معتمدها من الاستشاري اصلا عشان تعمل بها تصميم خلطة، اللي هي السيكمنت 163 ام، تمام، او اي مادة انت ايه هتستخدمها. يبقى دي المكونات اللي هتطلع لي 1 متر مكعب خرسانة، لكنها مكونات بالايه بالكيلو جرام. انا عايز احولها من وزن الى حجم، هحتاج الكثافة بتاعت الوزن الحجمي. طب هجيبه منين؟ برضو انت كنت عامل نتائج اختبارات لكل من الرمل والصلط والاسمنت بتاعك، فانت هتروح على نتائج الاختبارات دي، هتلاقي ان انت عندك هنا عينة الزلط اللي انت وديتها ومعتمدها بتشتغل منها لها وزن حجمي 1.64 من 100 طن للمتر المكعب، وكذلك الامر بالنسبة للرمل، هتلاقي برضو 1.63 من 100 طن للمتر المكعب بالنسبة لعينة الرمل، فده الوزن الحجمي بتاعك هنحطه، ونقسم الحجم، هنقسم الوزن على الوزن الحجمي، هيديك الحجم اللي بيطلع لك متر مكعب خرسان. خلاص يبقى انا عارف ان انا عشان اطلع متر مكعب خرسان عندي في الموقع هحط 42 من 100 متر مكعب رمل، زائد 7.1 متر مكعب زلط، زائد 9 شكاير رمل اللي هم شكارها 50 كيلو، زائد 140 لتر، طبعا كثافة المية تقريبا بتساوي 1 طن للمتر مكعب، فهيبقى 140 لتر مية، واحط 9.5 كيلو جرام من المادة اللي انا اعتمدتها بتاع التحسين التشغيلية والمقاومة، هيديني 1 متر مكعب. طيب الكمية اللي انا هطلبها من المحجر
انت هتعمل ايه؟ انت مش هتعمل 1 متر مكعب خرسان، لا انت هتعمل كم متر مكعب؟ هعمل 54 و26 من 100، فهضرب الكمية دي في الكمية اللي بتعملها اللي بحتاجها عشان اعمل 1 متر مكعب خرسان، هيديني كام؟ هيديني 23 متر رمل، 38 متر زلط، وهيديني 7596 لتر مية. جميل. المواد دي انت هتحتاج هيحصل فيها هالك زي الرمل والزلط، انت بتشون على الارض ففي جزء بيبقى طبقة تحت ما بتستعملهوش، تمام؟ فبيتهدر جزء كبير من المواد بتاعتك، فلازم تكون حاسب كمية الهالك. الهالك بيختلف من موقع لموقع من طريقة التشوين بتاعتك، هل انت بتشون على تربة طينية، انت بتشون فرد الرمل كله عامل كوم كبير، كوم كل ما يتسع على المساحة اللي هي ملامسة للأرض كل ما يكون الهالك أكتر، فده بيختلف من موقع لموقع برضه. وممكن نعملها نفس معاملة الخرسانة الجاهزة، بحيث إن أنا مش هطلب الكمية كلها وأجي في النهاية مثلا المحجر قريب مني، هبقى أطلب الكميات أشوف مثلا فاضل لي يعني حوالي قد إيه خرسانة، مثلا محتاج قد إيه رمل وزلط وبتاع، فأطلب الكميات بتاعتي تاني، خاصة الموقع مفيش مساحة إن أنت تشون كميات كبيرة. تمام. برضو نفس الكلام بالنسبة للتشغيلية ايه والمقاومة، ان انت تكون عارف انت محتاج كام كيلو جرام من المادة بتاعتك، تمام، الاضافة دي، وتروح تشتري الكمية المطلوبة. افترض ان انت عايز 100 لتر مثلا من المادة دي، فانت بتروح تشوف مثلا المادة دي الجركن بتاعها حوالي 20 لتر، فانت عايز 5 جراكن، ماشي، على حسب الاحجام اللي موجودة. ده احنا كده وصلنا للكميات اللي انا هحتاجها توتال عشان اعمل 54 و26 من 100 متر مكعب خرسان. الاول عندنا اضافة بتبقى مانعة للنفاذية، نتيجة ان انت بتبقى البيارة بتاعتك دي هيبقى فيها مية من جوه ومية من بره، انت عايز تعمل مانع للنفاذية دي عشان المية ما تقلل مرور المية خلال خرسانة، وده هو طلبه في المقايسة. تمام. لما تقرا البند هتلاقي ان وراك خرسانة مسلحة لحوائط البيارة تشمل الشدة الخشبية والإضافات المعتمدة المنع لنفاذية المية، فهو اشترط عليك هنا في البند ان تحط ايه؟ مانع نفاذية. فانت هتعمل ايه؟ هتروح تشوف مادة بتمنع نفاذية المية خلال خرسانة، وتعتمدها برضو من الاستشاري، والكلام ده قبل الصب بفترة عشان الاستشاري يعتمد لك المادة، وبناء عليه هتورد المادة دي. طيب المادة دي انا اعرف الكمية اللي انا هحطها ازاي؟ انت عندك في هنا الداتا شيت، ده بيبقى بيجي مع المادة بتاعتك وانت بتطلبه، اسمه الداتا شيت. ده بيبقى فيه كل حاجة خاصة بالمادة، بيبقى فيه الوصف بتاعها، تمام، بيوصف لك هي المادة دي بتعمل ايه بالظبط. يعني مثلا السيكمنت دي اللي احنا حطيناها في تصميم الخلطة دي ملدن الخرسانة، تمام، وبيقلل نسبة المية، تمام، بيخفض المية، بيزود المقاومة، وبتستخدم هنا بيقول لك بتستخدم في العناصر الخرسانية في البريستريست كونكريت، بتستخدم في السلابس والفونديشن والولز والكولومز، دي العناصر اللي بتستخدمها، الخصائص بتاعت المادة بتاعتك. هنا برضو بيقول لك الكثافة بتاعتها كام، كثافة المادة بتاعتك، بيقول لك شروط التخزين بتاعتها، خزنها في وضع جاف، تمام، بعيدا عن أشعة الشمس والصقيع، اللون بتاعها قد ايه، الاحجام بتاعتها المتوفره، بيقول لك متوفر قد ايه منها في السوق، مثلا الحجم بتاعها بيبقى قد ايه. عندك هنا بقى حاجه هنا الايه الجرعه بتاعتك، بيقول لك حط 6.10 ل2.5% من وزن الاسمنت، يعني انت تشوف وزن الاسمنت بتاعك في المتر المكعب قد ايه، وزنه 400 مثلا 450 كيلو جرام، يبقى هي 6.10 ل2.5 الرينج ده. هو بيقول لك تحت ايه بقى، ما انت هتقول اختار انهي، هو بيقول لك تحت ان انت من المفروض ان انت تعمل ترايل ميكسز، تمام، خلطات تجريبيه، تجرب تشوف انهي وصفه، يعني ايه انهي نسبه اديتك اللي انت محتاجه، تمام. فده بيحتاج معمل ويحتاج اختبارات ان انت تعمل الكلام ده، بس طبعا انت لو مش هتعتمد الماده فانت ممكن تاخد المتوسط ما بين الرقمين بحيث ان انت تبقى يعني في النص بالظبط. يعني بعد كده خلاص احنا وصلنا في النهاية ان احنا عارفين الكمية الكلية اللي انا محتاجها. طيب انا بعد كده هل انا هخلط الكمية دي كلها مرة واحدة؟ لا، انا مثلا ببقى عندي الخلاطة بتاعتي على حسب حجم الخلاطة، تمام، بتعمل لي كل مرة خلطة محددة، يعني مثلا بتعمل لك 7 متر مكعب، 0.5 متر مكعب، على حسب هي بتخلط قد ايه، تمام. فلو افترضنا مثلا ان احنا هنخلط في كل مرة الخلاطة هتشتغل فيها وتعمل قلبها هتخلط لنا 7 متر مكعب.
طيب هي هتخلط 7 متر مكعب، طب انا هحط لها مكونات قد ايه؟ باخد 7 متر مكعب ده واضربه في الحجم اللي انا محتاجه المتر المكعب. مش احنا قلنا المتر المكعب خرسانة عايز 42 من 100 رمل، 42 من 100 متر مكعب رمل، خلاص انا عايز 7 متر مكعب مش عايز متر مكعب كامل، وبضرب دي في 7 هيديك كمية، يبقى هي دي الكمية اللي هي ايه؟ يعني لو افترضنا ان انا عايز الكمية بتاعت 7 هقول له ايه؟ ان انا هقسم الرقم ده على 7، هيقول لك انت محتاج 5 من 100 متر مكعب، تمام، او حوالي 6 من 100 متر مكعب. نفس الكلام لجميع المواد، هتبقى انت محتاج هنا في الاسمنت هقول له ان انا هقسم ده على 7، طبعا عشان ده مش بالشكارة، ده المفروض يبقى بعدد الشكاير 9، هيقول لك انت محتاج حوالي شكارة وتلت، تمام. طيب خلاص انا كده عرفت الخلاطة بتاعتي عايزة في القلبة الواحدة كميات قد ايه، عايزة 6 من 100 متر مكعب رمل، عايزة حوالي 1 من 10 متر مكعب زلط، وعايزة شكارة وتلت، وعايزة 20 لتر مية. طيب الكلام ده انا هحققه ازاي في الموقع؟ هتحتاج تشوف الكلام ده هتعمله وانت بتصب بقى، وانت خلاص بتجهز، واقف كده بتجهز للخلط، تمام. هتشوف انت العمالة بتاعتك او الخلطة بتاعتك هتصب ازاي، هل انت هتصب يعني هتحط المون داخل الخلاطة بكبشة اللودر، في لودر صغير بيحط المون جوه الخلاطة، ولا انت هتستخدم براوتات زي الشكل كده، عمال بتزق البراوتات وترمي جوه الباكت بتاعها، ولا انت هتستخدم صناديق كده بيشيلوها بايديهم، على حسب الطريقة اللي انت هتصب بيها. طب انا هحتاج ليه؟ هحتاج اعرف ده ليه، لان انا هاخد الحاجة اللي هم هيعبوا بيها واروح اكعبها اشوف حجمها قد ايه. ليه؟ لو افترضنا مثلا ان هم شغالين بالبراوتات كده، فانا هعمل ايه؟ هروح اقيس ابعادها، تمام، واعرف هي حجمها قد ايه بالظبط. فانا وجدت مثلا ان حجمها والله مثلا 2 من 100، بتشيل حجم 2 من 100 لما تبقى مليانة على الاخر بتشيل 2 من 100. يبقى انا عشان احقق السبع ده جوه الخلاط انا محتاج كام براويطة؟ يبقى اقسم 9 من 100 على 2 من 100، هيبقى انت محتاج تقريبا 5 براوتات زلط. طب انا عايز كام براويطة رمل؟ اقسم الرقم ده اللي هو بيطلع لي السبع على 2 من 100 اللي حجمها، يبقى انا عايز حوالي 5 وحوالي 3، تمام، 5 براوتات زلط و3 براوتات رمل وايه وشكارة وتلت اسمنت. طيب بالنسبة للمية احنا عارفين انها عايز 20 لتر، انت بتعايره ازاي؟ بتروح تجيب مثلا جيركن، انت عارف حجمه قد ايه، مثلا ساعته مثلا 3 4 لتر، ماشي، وتشوف هو هيملى ايه، لانه مش شرط يملى كله، فهو مثلا هو المفروض هيملى مثلا نصه، بحيث ان انت ايه تبقى عارف هو في الحطة الواحدة بيرمي الجيركن بيملى قد ايه، مش هيملى الجيركن كله يعني، فهو هيملى مثلا تلتينه، فانت تشوف تلتينه يمثله قد ايه، كام لتر، وتقسم ال20 عليه، فتعرف عدد الجراكن اللي هو المفروض يقلبها في كل قلب. وكذلك برضو بالنسبة للإضافة، انت هتعير له حاجة، هتعير له مثلا ازازة، مثلا لو افترضنا انت بتحط اللتر في كل قلبة، فتجيب له او اقل من اللتر بشوية مثلا، فبتعلم له علام كده في الازازة، بحيث ان هو يبقى عارف يعبي قد ايه من الجركن بتاع المادة ويرمي في القلبة، تمام. الاضافات دي مش شرط ان هي تتحط على الخرسانة بعد ما اتقلبت، ممكن تتحط على المية، هو ده اللي بيحددهولك بقى في الداتا شيت بتاعتك، بيقول لك هنا اهوت، بيقول لك ان انت تقدر ان انت تضيفها يا اما للدراي ميكس بتاعتك وهي لسه المكونات ما تمش خلطها، او تحطها للفريش ميكس الكونكريت، تمام، او تحطها حتى للتراك ميكسر اللي هي جايه لك، اللي هي العربيه الخرسانه الجاهزه لما تجي لك في الموقع، ممكن تحطها بعد كده تسيبها تقلب كام تقليبه كده، بحيث ان هي تخلط الماده مع الخرسانه ايه الجاهزه بتاعتك، تمام. كده احنا عرفنا ازاي نعاير المواد بتاعتنا، وعرفنا قد ايه كمية الخرسانة محتاجينها، ونطلب كمية مواد قد ايه. خلاص فاضل ان احنا خلاص نبدأ نخلط، تمام، ونصب ونرفع الخرسانة بتاعتنا ونبدأ نصبها، تمام. هنراعي شوية حاجات ان احنا محصلش عندنا نزيف او انفصال في الخرسانة بتاعتنا. ايه هي الاختبارات اللي احنا هنعملها على الخرسانة، سواء في الموقع او سواء نبعتها تتعمل في المعمل؟ استلم عربية الخرسانة الجاهزة بتاعتي ازاي، تمام.
وبعد كده برضو نجهز ازاي للخلطة بعد كده. ماشي، اهم حاجة بس والخلاطة شغالة بتخلط، انت مش هتقول للعامل حط لي كذا حط لي كذا حط لي كذا وتسيبه وتمشي، لازم في واحد واقف على الخلاطة بيشوف نسب المكونات بتتحط ازاي. طبعا هما في المية ما عندهمش حدود في المية، بيفضل يحط مية على مزاجه، فانت لازم تبقى مركز معاه في كمية المية اللي هو بيحطها، ولازم تبقى مركز معاه في كل نسب مكونات الخلطة بحيث تطلع الخرسانة بتاعتك مظبوطة، خرسانة كويسة. وان شاء الله نستكمل المرة الجاية بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله.